حسبنا الله ونعم الوكيل. جاسم 13/10/2014 وقفة عيد الأضحى. استهداف مدينة جاسم وبالتحديد مساجد وبيوت الله بالطيران الميق. لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل. تدمير كامل لبيوت الله من قبل طيران الميق. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وسقوط شهداء وجرحى. هذه دماء شهداء يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. تدمير كامل لبيوت الله في قمة طيران الميق. لا حول ولا قوة إلا بالله.